الناس كلمة طيبة تجمع قلوب الناس تمشي ونواياها دفا وحروفها أنفاس يا سعد من يهدي معانيها بكل بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن على دقائق قبل أذان المغرب في هذا الشهر المبارك وفي هذا التجمع وهذا الإفطار الذي يقيمه سنويا ملتقى الطالب الجامعي بمنطقة الحزم، وجزاهم الله ألف خير على هذا. وهم طبعا يلتقون في كل سنة في شهر رمضان، وهم أخوة والطلاب ما شاء الله درسوا مع بعض وفي معهم هذه الإفطار وهذا اليوم المبارك. ومعنا ما شاء الله كل الطلبة الذين تفوقوا في دراساتهم فهم يلتقون اليوم في هذا الإفطار الذي يقيمه منتقى الطالب الجامعي، فجزاهم الله ألف خير. في بداية حديثي ولقائي هذا أتكلم مع الأخ الأستاذ سعيد محمد دعكيك في هذه الليلة المباركة، وأنا أقول له السلام عليكم أخ سعيد. وعليكم السلام. ما شاء الله أخ سعيد، أنا طبعا مش عارف، اللي معك كلهم عارفين تخصصك بس أنا مش عارف إيش التخصص. تخصص دراسات إسلامية. ما شاء الله. حديثك ما شاء الله عن هذا الإفطار الذي يقيمه منتقى الطالب الجامعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرصت الهيئة الإدارية لملتقى الطالب الجامعي بالحزم أن من ضمن أنشطتها هي الترسيخ لهذا الفطار. من أول ما تم تأسيس هذا الملتقى حرصت الإدارة على أن يكون إفطار لجميع خريجي منطقة الحزم يكون ليلة 12 من رمضان، وإن شاء الله هذا الفطار يجمع فيه الخريجين ويتبادلون الكلام والحديث والكل يفرح ونتقابل في هذا الفطار في خير ونعمة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور عبد اللطيف، أولا أقول لك شهر مبارك. نحن أستاذ سعيد كل يوم في المسجد، لكن من أول خير رمضان أنا جبتك. نصيحة تقدمها للصايم في شهر رمضان المبارك. بالنسبة للنصائح، يعني عدم أول اتباع السنة النبوية في السحور، مع السحور يعني لازم يكون من التمر، عدم الإسراف يعني في الأشياء الدهنية. وبعد ذلك لما يجي الإفطار نفس الشيء، أول ما يبدأ بأشياء يعني تحتوي على السكريات، هذا زي التمر زي ما قال يعني في الحديث النبوي. أول ما يبدأ ثلاث تمرات، وبعدين شربة الماء، وبعدين يزيد الدعاء. هذا شيء يعني لأن التمر يحتوي على سكريات يعني أحادية سهل الهضم، مش لما تكون مثلا أشياء دهنيات كثيرة تكون يعني لها تأثير سلبي يعني على الإنسان إذا كانت فطرته. أيوة، تكون تأثير يعني الهضم يكون شديد. الأخ عمر سلومة، شهر مبارك كل عام طيب. وانت طيب إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله، هذه اللمة وهذه الجمعة تقع في 12 من شهر رمضان، يعني كيف فكر لها الهيئة الإدارية لمنتقى الطالب الجامعي على إيش يعني على مثلا الأخاء والسواد ولا يعني كأفطار صايم؟ أولاً من أهم شعار الملتقى هو نلتقي لنرتقي، فهذا الشعار جميل جداً اختاروه الشباب جزاهم الله خير. ومن ثمرة هذا الالتقاء والاجتماع إقامة إفطار سنوي خلال شهر رمضان المبارك، يجمع فيه الشباب والطلاب الجامعيين الذين يدرسون في شتى جامعات الجمهورية اليمنية.